نرجع مره تانية. بفكر حضراتكم كل يوم ثلاث وكل يوم اربع شيف محمود منورنا وموجود معانا علشان خاطر يعلمنا حاجات جديده. والنهارده شيف محمود انت اللي منوره وفريده الاثنين موجودين معايا النهارده. طبعا هاتيني جيت اهو صدقت في يوم معاك اهو. ايوه خليني اسلم عليكي واسلم على الاستاذه فريده واسلم على كل اللي بيتفرجوا علينا. امبارح عملنا اكل تركي وعملنا العيش التركي والكفته بتاعت الجزار التركي. النهارده فكرنا نعمل حاجه حلوه فهنعمل كيك بالكراميل والكمثرى وهنعمل سمك سلمون بعصير العنب وخل العنب. عندي سؤال. الطعم بتاعه رائع. ايه الفرق ما بين احنا عملنا قبل كده سلمون اوكي فاكتر من مناسبه. ايوه الناس كتير هيسالونا ايه الفرق ما بين السلمون ده والسلمون اللي احنا عملناه قبل كده. الصوص ده مختلف وتركيبته مختلفه واحنا عاملين طبق كلاسيك بسيط بس بصوص طعمه حلو. وده طيب. اكله جميله جدا مفيش كالوريز فيها بتحرق دهون كتير واوميجا 3 اوميجا 3 6 9 دول. ايوه بالظبط كده. اوكي اقرا عشان تديني الورقه. أيوه. علشان ابتدي انفذها. اول مقادير مفيش بقى حله كبيره. سمك السلمون بصوص الخل والمسترده. المقادير طاسه كبيره نص كيلو سمك سلمون ومعلقه زبده ومعلقه زيت ومعلقه نعناع اخضر وجنزبيل حته فريش ومعلقه ثوم ومعلقتين خل عنب وملح وفلفل وكوبايه عصير عنب ابيض يفضل ومعلقه مستردة وفاصوليا فاصوليا خضراء. اسمها ايه ايه؟ خدي الورقه قلمك قلمك. لا 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 دي كلهم جمال جدا. لا فريده يعني شفت شفتك شفتي شفتي بتكتبي اكتبي عشان انت موجوده. هاتي المعلقه الخشب. المعلقه الخشب اتفضلي. أيوة. يا بص اوكي قولي بقى اول حاجه بنعملها هنا طاسه كبيره طاسه كبيره اكتبي ماشي ونحط طبعا. معلقتين زبده كده وبعدين احط زبده قاطع زبده ومعلقه زيت ذره مش زيت زيتون. ايوه ومعاها زيت انا بقى على حسب ما انا موجود بقى عندي. ايوه بالظبط كده بس زيت ذره. اوكي زيت ذره مجرد ان هم بيسخنوا الاثنين مع بعض كده تمام. ناخد قطعتين السمك السلمون اخد بقى الاثنين سمك سلمون ونحطهم كده اوكي وهم بيتشوحوا كده اوكي ناخد حته الجنزبيل الطازه. انا هاخد منك حته بيبشرها. عندي جنزبيل نبشرها على وش السلمون كده. في كمان باودر يا شيف؟ خلينا في الفريش. في الفريش فريش طعمه بيدي طعم حلو قوي. ابشر الجنزبيل الطازه على الوش على الوش وبعدين نحط شويه من الفلفل كده. احط فلفل ايوه وشويه ملح وملح هو ما بيحبش الا الملح والفلفل. وبعدين نقلب السلمون وبعدين ابشر تاني على وشها. لا 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 هنحط الثوم بعد ما نقلبها. ليه نبشر تاني يا شيف؟ ونبشر تاني يعني يكون ده الجزء ده اخد والجزء ده اخد. بالظبط كده اهو نبشر تاني. اكتبي يعني انا عايزه اقول لك حاجه ابشر تاني ابشر. هي الريحه هتجل من كل مكان يعني. ريحه الجنزبيل وحط ملح وفلفل رائعة مع السمك السلمون. بعدين بنحط مهم جدا التوم. على فكرة على السرطانات مهم قوي قوي قوي. الثوم اضع الثوم بقى اضع 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 ما انت هتقولي فاضع اضع اقول لك انا فاصوليا هيقولي هو فاصوليا اقول له انا اضع. دلوقتي الثوم ابتدى ياخد ينسجم يعني مع السمك وريحته تطلع. احنا مش عايزينه ياخد لون في الوقت ده. ايوه كلمة السر في الصوص ده يا جماعة بتاع السمك ده فرد شوية تو. النعناع الأخضر دول نعناع صدقوني الموضوع أخضر. هي تركيبة ما بين النعناع والثوم والجنزبيل وعصير العنب ومعلقة المستردة كويس؟ أنا أضع وبعدين نحط أنت فرمه ها؟ مفروم فرمو. وبعد ما حطينا النعناع نحط الخل خل العنب ها؟ خل العنب وبعد ما يتبخر كده وكل البخار بتاع الخل يطلع نحط كوبايه عصير العنب. نحط كوبايه عصير. بقولك يا شيف ده ما بيكونش مسكر قوي ده مرضى السكر خالص ده بدون سكر. احنا جايبين حاجه بدون سكر. عصير ده بدون سكر. وبعدين نحط معلقه المستردة كده اوكي ونسيبه على نار هاديه اوكي يستوي براحته. بياخد بالظبط بالظبط حوالي 10 دقائق 10 دقائق. طب امتى احط الفاصوليا الخضراء دي بقى؟ على فكره دي اكله جميله. انا هقول لك احنا هنقدم الاكله دي مع الفاصوليا الخضراء. الله الله اوكي إيه؟ ريحه جميله مع الفاصوليا الخضراء. فاصوليا قولي فاصوليا فاصوليا لا فاصوليا فاصوليا بصي بتضحكوا عليا. احنا هنسيب دول
تامر هنا اوكي تامر هندي هنسيب ده على نار هاديه. خلونا نراجع في ثلاث ثواني. حطينا الزبده والزيت، حطينا سمك السلمون، بشرنا الجنزبيل، وحطينا الثوم، وقلبنا السمك، وحطينا رشه النعناع، وخلي العنب مع الملح والفلفل، وبعدين حطينا عصير العنب والمسترد، وبعدين مسترد 10 دقائق. نسيبها 10 دقائق على نار هاديه. بس ما قلتليش بقى الفاصوليا الخضراء. هقول لك بس خلينا نقول مقادير بقى تاني. دي انا برضو محتاجه ان انا ايه افتكر عشان اشتريها. اوكي، مقادير الكيك اللي انا عامله بالكراميل النهارده والكمثرى مقاديره كالاتي: بنحتاج نص كوبايه سكر بني، وبنحتاج نص كوبايه كريمه، ومعلقتين زبده، وكوبايه وربع دقيق، ومعلقتين سكر ابيض عادي، ورشه فانيليا، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره قرفه، وحبيتين كمثرى. اللي حابب يبدله بتفاح، عشان كنا سالنا على الفيسبوك، ممكن نبدله بتفاح، وثلاث بيضات، ونص كوبايه لبن. العجينه او الـ 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 الوصفه دي مقسومه لنصين. النص الاول هو صناعه الكراميل. صناعه الكراميل مهم ان احنا يبقى عندنا طاسه سخنه صغيره بس انا ماليش في معلقتك التانية. انت هتحط الفاصوليا. اوكي، الفاصوليا دي احنا هنتبلها بزيت زيتون علشان مفيده. بس سالت على الفاصوليا كذا مره. الفاصوليا بنتبلها بزيت زيتون وشويه من النعناع والثوم اللي موجود عندنا، ونحطها وهي سخنه جنب السمك. ايوه اسلقها يعني؟ هي مسلوقه. يعني دي اوكي اوريدي معموله مسلوقه. بصي هنا. طيب انا ما كنتش عارفه انت ما قلتليش. اوكي اهو، انا فاكراك هتحطها هنا. لا هنقدمها جنب الاكل. لا أوكي. جنب الاكل مش قوي مفيده كده. لا ده لازم بيجي ده جنب ده في الاكل. ايوه انا فاكره عشان ياخد الصوص بتاعها وياخد كده منها. ليه اخترنا السكر البني؟ لانه بياخد اللون الكراميل على طول. عايز اقول لك اول ما ياخد اللون الكراميل ده على طول هتقلب لك. المرحله المهمه ان احنا نحط معلقتين زبده اول ما ياخد اللون، ولما الزبده تسيح تماما. اوكي ايه بقى اعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. اول ما الزبده تسيح تماما وما نشوفهاش، ما نشوفش الزبده. طب استنى هخليك ما تشوفهاش. أيوة. فعلا دلوقتي برافو عليك. يبقى السكر، وبعدين معلقتين الزبده اهي، بعدين نحط كريمه. الكريمه دي قد ايه؟ كريمه لباني كوبايه. عايزين نسيب دي يا جماعه تغلي لحد ما تتماسك شويه. خلاص. أوكي. في الاخر بيبقى ده شويه مفيده. اتفضل. اوكي، في الاخر بيبقى ده الشكل بتاعها. وحط السكر. اوكي انت حطيت السكر. أيوة. حط السكر، حط الزبده عليها السكر، بعدين السكر الاول الكريمة. اتكرمل، خد اللون الكراميل، ساح وخد اللون الكراميل. بعدين الزبده، بعدين الكريمه. وقال لك ايه؟ لو عايزه نفس اللون ده خليه سكر براون شوكر عشان يبقى. وبعدين مهم عندنا القالب ده. اوكي، نحط الكراميل بعد ما يبرد كده تمام تحت. كويس، بعد ما نحط الكراميل بعد ما برد تحت كده، وحدايتين الكمثرى، نحط سلايزات الكمثرى كده عليه. ده اللي انت بتوضب بقى عشان لما تيجي تقلبها بعد ما تستوي بالظبط تاخد الشكل تبقى ده. واخد الشكل. نحط شرايح الكمثرى كده، وعندنا واحده تاني هنا. اوكي كويس. اوكي كده كده. أوكي. كده. أوكي. ونيجي للعجينه. العجينه كالاتي: مهم ان احنا الحلويات صعب قوي عندي ولا صعب ولا حاجه. نحط ثلاث بيضات كده ماشي، وبعدين نحط معاهم رشه الفانيليا. اوكي وبعدين نضربهم كده حاجه بسيطه خالص. أوكي. مع معلقتين السكر الابيض. ضربنا البيض والفانيليا ومعلقتين السكر كده. نحط كوبايه وربع دقيق. تمام. اول ما نحط كوبايه وربع دقيق كده، نحط معاهم البيكنج باودر. انا بقى بتوه في كل الليله دي. بص بقى، بتحط البيكنج باودر كيس ولا اتنين؟ اهي شوف، انا قلت معلقه صغيره. معلقه صغيره. وبعدين نحط، لا مش معلقه صغيره، ايه اصل المقادير دي مهمه جدا. لحظه واحده. ايوه البيكنج باودر. ايوه معلقه صغيره. هات بره. اوكي اكتبي. ما انا هربطتي انا ولا بقيت عارف اقول. اوكي انا ايه وانا اللي بقول فاصوليا. وبعدين نحط اللبن كده. وبعدين عايز اقول لكم قد ايه العجينه دي سهله في التقليب كمان. رشه فانيليا دي اللي هي ايه؟ رشه فانيليا اللي هي ايه؟ يعني اللي هي كده رشه؟ اللي هي نص معلقه صغيره. ايوه هو كده. اي رشه معلقة. ربع معلقه صغيره. ربع. اوكي، ريحه القرفه هنا في العجينه، في العجينه دي قد ايه بتبقى حلوه. اوكي، وبتفرق جدا جدا مع الكمثرى. القرفه. بصي الموضوع ابتدى ينسجم بمنتهى السهوله. مهم ان احنا نكون مسخنين الفرن بتاعنا
ونروح هنا على الكمثرى كده والفرن بتاعنا يكون درجه حرارته 170 ونسيب الكيك ده في الفرن لمده 25 دقيقه كامله، ما نفتحش الفرن عليه. في الاخر خالص هيكون ده شكل الكيك. يا سلام. هاتوا اوكي خديه. هيكون ده شكل الكيك. اول حاجه ده شكل الكيك. وعايزين نبص بصه صغيره بعد ما نشوف الكيك، هنشوف السمك. ده شكل قطع السمك. عايز اقول لكم اقلبه بقى ازاي. بيتقلب كده مفيده كده، تيجي عند الجزء التخين بتاعها ده. أوكي. تعملي كده تقومي زقاها كده ومرجعها تاني مكانها. لو جيتي عند الجزء اللين ده هيتكسر. طيب ولو اتكسرت يعني لا، هي جمالها وهي كده. اوكي طيب انا عايز اسالك سؤال بقى. اتفضلي. انا استنى لغايه ما الصوص ده يتشرب خالص؟ لا 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 خالص. هو ميزه السمك ده ان يعني انت بتاخدي قطعتين السمك كده، تاخدي قطعتين السمك تحطيهم في الطبق، وما تبقى من الصوص تحطيه على وش قطعة السمك. ولو حابة تقدمي جنبه رز قدمي جنبه رز. انا سؤال تاني برضو عايز اسأله. اتفضلي. انا لو ضفت على الصوص ده معلقة اسمه ايه؟ دقيق. دقيق لا. تبقى صوص ابيض؟ لا مش هتبقى صوص ابيض. الدقيق هو اداة من ادوات الكثافة، عارفة هو هيخليه كثيف. كثيف بس مش ابيض. طب بس هيغير في طعمه؟ يعني لا، انت لو عايزاه تقيل شويه اوكي نحط معلقه دقيق. ممكن. انا بسال بس. لا يا فندم انت تسالي زي ما انت عايزه. وده الشكل النهائي للسلمون. برافو. وده الشكل النهائي. برافو عليك انت شاف. ميرسي ربنا يخليك. حلو وسريع. لا انا شايف الكيك. عندك حماس وطاقه لان انت تتعلمي. والله يا شيف طول ما انت موجود معانا. انا ماشي. لا بس عشان اقطع انت احنا تحت امرك. وبالهنا والشفا بشكرك جدا يا محمود. ميرسي جدا جدا فريده، نورتينا حبيبتي. ميرسي ليكم. ميرسي على الاكله الجميله. ميرسي على الصحبه الجميله. وان شاء الله بنتقابل دايما. وشكرا ليكي. كل سنه وانتم طيبين. ونشوفكم يوم السبت الجاي. اعتقد بكره ويك اند. بكره خميس صح؟ خميس وجمعه. النهارده ايه؟ بكره خميس وجمعه اجازه. ويوم السبت نقابلكم ان شاء الله. وستات معفوشين. ميرسي يا شفا.